يقول شخص يريد مني مبلغا من المال والآن هذا الشخص غير موجود، هل أتصدق بالمبلغ؟ إذا كان مفقودا ولا تدري وين هو وبحثت عنه واجتهدت في طلبه ولم تجده تصدق به على نية أن أجره لصاحبه، أما إذا كان مجرد غايب انتظر حتى يأتي أو يأتي عن خبر، لا تستعجل، لأن هذه أمانة وهذا مال لغيرك فاحفظه، إلا إذا أيست، إذا استيأست من الحصول على صاحبه فتصدق به.